وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، مشاهدي قناتي فدك وصوت العتر عليهم السلام. تقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم، ونرحب بكم في الحلقة 14 من برنامج قطرة الحق. سوف نستعرض بعض المقاطع التي قمتم بإرسالها على الرقم الخاص بخدمة فدك للواتساب، والتي وجهتم بها أسئلتكم إلى سماحة الشيخ الحبيب. نذكر أنه يمكنكم إرسال مقاطعكم وأسئلتكم واستفساراتكم على الرقم الخاص بخدمة فدك للواتساب، وهو 00447482622626، على أن لا يتجاوز مدة المقطع الدقيقتين. وكذلك يمكن للأخوة الكرام أن يتواصلوا معنا أيضا عن طريق رقم المكتب على الواتساب أو الفايبر على الرقم التالي 00447999997975. نبدأ على بركة الله بعرض أولى المقاطع. السلام عليكم. أول شيء أني يعني أريد أصير باحثة، فأريد أعرف شنو الكتب اللي تنصحوني بها أقرأها أول شيء. وعندي سؤال، أني مرحلة مت يعني قبل لا أعرف أنه الصحابة إذا كانوا يعني على حق أو باطل، فكنت يعني محتارة إذا هم زينين أو مو زينين، فطلبت من رب العالمين أنه أشوف بالمنام يعني إذا كانوا على حق أو باطل، حتى لا أظلمهم ولا أمدحهم، هم ظالمين لمحمد وآل محمد عليهم السلام. فشفت بالمنام أنه أنا دا أباوع التلفزيون، فكتب على الشاشة أن الذي قتل فاطمة الزهراء عليه السلام هو عمر بن الخطاب لعنة الله عليه. فهل أخذ هذه الرؤية؟ نشكر السائلة الكريمة على هذا السؤال. بالنسبة إلى الشق الأول، نذهب كما كالمعتاد، نذهب إلى موقع القطرة في محرك البحث، نكتب الكتب المعتبرة مثلا. أول جواب، ما هي أو أول سؤال يظهر في القائمة، ما هي الكتب المعتبرة التي ينصح الشيخ الحبيب بقراءتها؟ ندخل على هذا السؤال. والسائل يسأل يقول: أنا شاب شيعي قارئ ومحب للتراث الشيعي، أعاني من مشكلة وهي كيفية تحديد ما إذا كان هذا الكتاب معتبر أم لا، بغض النظر عن الرواية التي في الكتاب، فقد يكون الكتاب معتبر والرواية العكس، خصوصا أن الآراء مختلف حسب الاطلاع على كتب المحققين. أعلم أن تحديد جميع أسماء واعتبار الكتب جدا صعب لكثرة الكتب، فأريد من سماحتكم تحديد المشهور والمهم من الكتب الروائية المعتبرة والعقائدية المعتبرة على حسب المشهور أو اجتهادكم الشخصي. مثلا الكتب الحديثية، أنا أعلم أن الكتب الأربعة وكتب الصدوق العشرة والمفيد الاختصاص وكتب الطوسي وكامل الزيارات والغيبة للنعماني معتبرة، ولكن مثلا تفسير القمي عند بعض المعاصرين لديهم إشكال عليه، ومثلا مصباح الشريعة وتفسير الإمام العسكري فيه من يراه معتبرا أو من يراه غير معتبر. جواب المكتب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحديد الكتب والروايات المعتبر يعتمد على التضلع من هذه العلوم الثلاثة: علم الرواية، علم الدراية، وعلم الرجال. ومن الطبيعي أن تختلف النتائج في الاعتبار وعدم الاعتبار عند العلماء والمحققين تبعا لاختلاف مبانيهم وأنظارهم في تلك العلوم وما يتصل بها. وهذه قائمة ببعض الكتب المعتبرة على الإجمال عند الشيخ والتي ينصح بمطالعتها. إذن هذه
بعض من الكتب المعتبرة. نقرأ عليكم القائمة. أولها تفسير الإمام العسكري عليه السلام، تفسير القمي، تفسير العياشي، تفسير البرهان للبحراني، المحاسن للبرقي، بصائر الدرجات للصفار، الاحتجاج للطبرسي، تقريب المعارف للحلبي، التوحيد للصدوق، علل الشرائع للصدوق، الخصال للصدوق، كمال الدين للصدوق، كتاب سليم بن قيس الهلالي، تصحيح الاعتقادات للمفيد، الكافئة للمفيد، الجمل والنصرة للمفيد، المسائل العكبرية للمفيد، كنز الفوائد للكراجكي، تنزيه الأنبياء عليهم السلام للمرتضى، الشافي في الإمامة للمرتضى، الفصول المختارة للمرتضى، الصراط المستقيم للنباط العاملي، نهج الحق للعلامة الحلي، الصوارم المهرقة للتستري، إحقاق الحق للتستري، التعجب للكراكوجي، مرآة العقول للمجلس، رسالة الاعتقاد للمجلس، إثبات الهداة للحر العامل، الفوائد الطوسية للحر العامل، وغيرها من الكتب. وبطبيعة الحال موسوعة بحار الأنوار والكافي للكليني وغيرها من الكتب المعتبرة عندنا وعن سماحة الشيخ الحبيب، أي عند الطائفة الشيعية أقصد. هذا بالنسبة كان إلى الشق الأول. أما بالنسبة إلى الشق الثاني فهنالك جواب حول الأحلام في موقع القطر أيضا. ما مدى اعتبار الأحلام في روايات أهل البيت عليهم السلام؟ هنا سائل يسأل. فنقول نحن في الجواب أن الأحلام على ثلاثة أنواع. الأول الرؤيا من الله، وهي جزء من 70 جزء من النبوة كما ورد في الحديث الشريف. الثاني وساوس من الشيطان الذي يتشكل للإنسان في بعض المنامات. الثالث أحلام تكون انعكاسات للواقع الخارجي. والتمييز بين هذه الأنواع الثلاثة يعتمد على قرائن ترجح إحداها، إلا أنه إجمالا لا حجية في المنامات مطلقا، بمعنى لا يترتب عليها أثر شرعي. بالنسبة إلى الحلم الذي حلمتيه أختنا الكريمة، هو إن شاء الله يكون من البشارات ومن المبشرات. أما أنني أنا لست على علم بشخصية من الشخصيات، لا أعلم بصلاحها أم طلاحها، لا حجية لهذه الأحلام. نحن لدينا سيرهم، لدينا كتب جاء فيها ما جاء حول هذه الشخصيات، إن كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو عائشة أو حفصة، هنالك كتب وروايات وسير تتحدث عن هؤلاء وأنهم طغاة. أهل البيت عليهم السلام قالوا أن هؤلاء طغاة، وأنهم ظلمونا، وأنهم ابتزوا حقنا واغتصبوا الخلافة وكسروا ضلع الزهراء وهجموا على دار الزهراء وما إلى ذلك من طغيان. لا أنا أتي وأقول والله أنا أريد حلم يجيني في المنام حتى أعرف أن هذا الشخص على صلاح أو على طلاح. نحن نحتكم إلى ما جاء في الكتب وفي السير وما أشبه ذلك. نعرض مقطع آخر أخواني. السلام عليكم شيخ ياسر. عندي سؤال دائما أسمعه يقولون أنه الشيعة هم اللي قتلوا الحسين، هذا صحيح؟ نعم، هذا السؤال طبعا دائما البكرية ومن لف لفهم يشكلون على بهذا الإشكال، وهو مردود على أي حال. ونستمع إن شاء الله جواب الشيخ الحبيب، وهي من عدة أجوبة لسماحة الشيخ الحبيب حول هذه الشبهة. أعرضوا المقطع أخواني. هذه قراءة مغلوطة للتاريخ. أنت إذا بحثت أكثر وتعمقت أكثر تفهم أن ليس كل جيش أمير المؤمنين عليه السلام الذي قاتل معه كانوا شيعة، لا. إذا قرأت التاريخ جيدا تفهم أن السواد الأعظم من الجند الذين كانوا تحت إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ما كانوا شيعة،
وهكذا نص المؤرخون أنهم بايعوه على ما بايعوا الخلفاء قبله، ومعنى ذلك أنهم ما كانوا يرونه الإمام الأول. أنت تعرف أن الشيعي ما الذي يعني يميزه عنكم؟ هو يقول الخليفة الأول علي بن أبي طالب، هذا معنى الشيعي، يقول أنا لا أعترف بخلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وأقول أن الخليفة الأول هو علي بن أبي طالب، والخليفة الثاني الحسن بن علي، والخليفة الثالث الحسين بن علي، وهكذا إلى الخلفاء الاثني عشر الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فمعنى أن يبايع أحد أمير المؤمنين على أنه خليفة رابع، معنى ذلك أنه ليس شيعيا. السواد الأعظم من جند أمير المؤمنين والذين قاتلوا معه كانوا على هذه العقيدة، وهو أمير المؤمنين تحدث عن ذلك أكثر من مرة أيضا، وهذا مذكور في المصادر، مذكور في التاريخ. فلأنهم ما تعاملوا معه على أنه الخليفة الأول، ما كان عندهم اعتقاد شيعي فيه أنه هذا إمامنا الأول وهذا إمام معصوم وحجة الله على خلقه لا يخطئ، موقفه وموقف الحق، موقف القرآن، موقف رسول الله، موقف الله عز وجل، لهذا كانوا يتمردون عليه. والدليل أنهم في نفس معركة صفين، هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم أنت، تمردوا على أمير المؤمنين عليه السلام وصاروا خوارج، هم أنفسهم الذين قالوا لا حكم إلا لله، وأمير المؤمنين قال كلمة حق يراد بها باطل. إذن تمردهم هذا كاشف عن أنهم ما كانوا شيعة، وإلا الشيعي لا يمكن أن يتمرد على إمامه لأنه يعتقد فيه العصمة، يعني لا يمكن للشيعة أن يقول أنا أصحح للإمام. الإمام يتخذ موقفا كما في صفين، وهو مواصلة القتال وعدم القبول بخدعة رفع المصاحف من قبل معاوية وعمر بن العاص وقبول التحكيم، فهو يصحح لإمامه، فإذا صار الإمام مأموما هنا، وصار المأمومون ماذا؟ أئمة. هذا خلاف الاعتقاد الشيعي. هؤلاء شمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد وغيرهما ما كانوا على عقيدة الشيعة، وإنما بايعوا علي بن أبي طالب على ما بايعوا الخلفاء قبله، هذا هو الفرق. يعني قالوا خلاص أنت حاكم سياسي، حالك من حال أبي بكر وعمر وعثمان، فما كانوا شيعة بالأصل، ما كانوا، نعم قاتلوا مع علي، نعم صحيح، وصاروا بعدين خوارج خرجوا على علي وقاتلوا، ثم ماذا؟ الذين قتلوا الإمام الحسين عليه السلام ما كانوا شيعة، وإنما كانوا شيعة الدنيا، من هو الملك يصبحون معه، ولذا خاطبهم الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء بماذا؟ يا شيعة آل أبي سفيان، ما قال يا شيعة آل محمد، قال يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. فأرجو منك أن تعيد قراءة التاريخ إن شاء الله وتتعمق لتعرف أن قراءتك كان. نعم، وهنالك أيضا جواب آخر إن كان يريد السائل الكريم أن يرجع إليها، هو في الليالي الحسينية لسنة 1433، موجودة المحاضرة في موقع القطرة قسم المحاضرات قسم الليالي الحسينية لسنة 1433، الليلة التاسعة، التنزه عن التشيع الدنيوي لنكون والحسين كهاتين. هذه المحاضرة أيضا تضمنت جواب آخر حول هذه الشبهة، وأن هل أن الشيعة هم من قتلوا الإمام الحسين عليه السلام، من شاء فليراجع هذه المحاضرة. إذن هذا كان الجواب حول هذه الشبهة، وننتقل إن شاء الله إلى فقرة أخرى من فقرات موقع القطرة أو برنامج قطرة الحق. فقرتنا الثانية هي حول إعلانات المتشيعين، والحمد لله المتشيعين يوما عن يوم يزداد بحمد الله تعالى على يد سماحة الشيخ الحبيب على هذه المنهجية المباركة. بالأمس أعلن اثنان عن تشيعهما، وهما الأخ هاني من الإسكندرية من مصر، والآخر هو سليمان من الجزائر. أعلنوا تشيعهما
في الليلة الخامسة من ليالي رمضانية مع الشيخ الحبيب وعلى يده بطبيعة الحال. الأخ هاني كان نصراني ويقول في حديثه حول تشيعه، يقول: كنت نصرانيا ودخلت الإسلام قبل 3 سنوات، وأن اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله مذكورا في الكتاب المقدس، أي المقدس عند النصارى. ويقول: وكنت متمكنا جدا لدرجة أنني أستطيع أن أناظر أكبر قس، ولكن كان يقف في طريقي أحاديث عائشة المسيئة. إذن هو أسلم بعد أن كان نصراني وكان على الديانة البكرية، ولكن كان نعم والأخوة الآن في الكنترول يعني بلغوني أنه اتصل على الكنترول وقال أنه أن صديقه يريد إعلان تشيعه في هذه الليلة. الحمد لله تعالى، وجزاكم الله خير الجزاء أخواني، هذه بشارة خير. فانتظرونا إن شاء الله الليلة في برنامج الشيخ الحبيب ليعلن الأخ الكريم عن تشيعه. يقول الأخ هاني: ولكن كان يقف في طريقي أحاديث عائشة المسيئة، لعنة الله على عائشة. ويقول: سألت عن أحاديث عائشة المسيئة فقال لي المشايخ أنها صحيحة. ذهب هو إلى المشايخ البكرية وكهنتها، ويعني كان يستفسر حول هذه الأحاديث المسيئة للرسول الأكرم صلى الله عليه، فقالوا لأنها صحيحة. فنظرت إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وآله سحر، والسحر لا يجري على الأنبياء كما نجد في القرآن والتوراة، فرأيت مقطعا للشيخ الحبيب يرد على ذلك. الحمد لله الشيخ الحبيب لم يدع يعني شبهة إلا وردها بحمد الله تعالى. ويعني تجدون مقاطع كثيرة حول هذه الشبهات وحول هذه الإساءات منتشرة على الإنترنت وعلى اليوتيوب وما أشبه. يكمل الأخ الكريم ويقول: نظرت إلى عدم احترام المخالفين لأهل البيت عليهم السلام، ويقولون أن خلافة علي عليه السلام أسوأ مراحل الخلافة، ونظرت إلى ما جرى على الزهراء صلوات الله عليها، وشاهدت كيف زيف الإسلام، فاقتنعت بالتشيع. الحمد لله رب العالمين، هؤلاء الناس يعني الذين يحكمون عقلهم ومنصفين مع أنفسهم، حينما يستمعون إلى الحق ويستمعون إلى الحقائق فإنهم يتبعون ولا يكابرون. هذا الشخص استمع إلى هذه الحقائق في سلسلة كيف زيف الإسلام لسماحة الشيخ الحبيب، واقتنع بالتشيع، والحمد لله البارحة أعلنها مدوية. هذا كان الأخ هاني. وقبله بالأمس أو الذي قبله في الليلة الثالثة أو عفوا الليلة الرابعة، نعم سليمان من الجزائر أيضا أعلن تشيعه، ولكن كان بسبب سوء يعني الاتصال لم نفهم يعني ماذا قال في قصة تشيعه، لذلك لم أذكر. بالنسبة إلى الليلة الرابعة أيضا يعني كانت جميلة، 4 أخوان أعلنوا تشيعهم. كان الأخ أبو جواد من الأردن الذي قال في معرض حديثه، يقول: كنت عمريا متشددا جدا لعمر بن الخطاب لعنة الله عليه، وكنت في فترة من الفترات مع أخ لبناني متشيع، فكان يتحدث عما جرى على أهل البيت عليهم السلام ويتعرض لأبي بكر وعمر وعائشة، ففقدت أعصابي حينها وتطاولت على الرجل، فأرجو السماح منه. ويضيف يقول: كان ضميري يحدثني وكنت أعيش في السعودية، فكنت أفتقد للمصادر حتى أراني بكري يوما مقطعا للشيخ الحبيب يلعن فيه، فتابعته بعدها فاستمعت لكيف زيف الإسلام، وبمجرد أن ثبت لي أن الزهراء قد ظلمت سقط وسقطت حينها عندي كل الشخصيات. يعني حينما
ثبت لدي أن الزهراء قد ظلمت من أبي بكر وعمر عليهم لعنة الله، سقطت حينها عندي كل الشخصيات، وقال أنه يتابع القناة منذ 3 سنوات، ولعله يعني في اتصاله لعله أنه قال أنه 5 حلقات فقط من سلسلة كيف زيف الإسلام، أول 5 حلقات فقط من كيف زيف الإسلام يعني سوى إلى عقله فورمات، والحمد لله يعني أعلن تشيع وتبرأ من هؤلاء الطغاة. وفي رسالة يوجهها لأهل الخلاف قال فيها: المسألة مسألة ضمير، فإذا استمعت لنداء الضمير فإنك تهتدي إلى الحق، إن عليا عليه السلام أولى بالخلافة، وأن فاطمة عليها السلام وقع عليها الظلم. وكان أيضا الأخ أبو أحمد من سوريا والمقيم في الإمارات أيضا أعلنت عن تشيع، وقال: شيعني ما رأيت من حقائق كسب عمر لعنه الله للنبي صلى الله عليه وآله وتهجمه وجماعته على الزهراء عليها السلام، وذلك بعد الاستماع للشيخ الحبيب منذ شهر رمضان الماضي، وما وجدته إلا هو الوحيد المقنع بالأدلة الواضحة العلمية التي لا يمكن لأحد ردها. وبعدها أعلن الأخ أحمد من سوريا وقال: سبب تشيعي ما يجري على الأمة الإسلامية من ذل وهوان، ولا بد أنها أخطأت البوصلة، فقرأت كتاب ثم اهتديت وكتب أخرى، وراجعت المصادر البكرية فوجدت ما قرأت صحيحا وأن الأمة ضلت. وقال أنه يتابع القناة منذ سنة تقريبا. واختتم الأخ مصطفى من المغرب إعلانات المتشيعين وقال في جوابه على سؤال المقدم: لماذا اخترتم التشيع؟ قال: شاهدت يوما برنامج في قناة نصرانية يقدمها القمص زكريا، يسيء فيه إلى النبي صلى الله عليه وآله بأحاديث عائشة لعنة الله عليه، وبعدها بأيام شاهدت الشيخ الحبيب يلعن عائشة لإساءتها للنبي صلى الله عليه وآله. وأضاف: وجدت كذب كل تلك الكتب أو كل تلك الأحاديث التي يستدل بها النصراني في الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ووجدت كل ما يقوله الشيخ الحبيب حق، فقررت التشيع. إذن إخواني، يعني خصوصا أهل الخلاف الذين يستمعوا إلي الآن، يعني استمعتم إلى هؤلاء الذين أعلنوا تشيعهم، محور تشيعهم هو أحاديث عائشة لعنة الله عليها المسيئة إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. يقول أنه هذا الشخص يقول استمع إلى نصراني يسيء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله بأحاديث عائشة هذه المسيئة. فنحن علينا أن ننزه ساحة الرسول صلى الله عليه وآله. كيف ننزهه؟ ننزهه بالتبرؤ من عائشة ومن أحاديثها المسيئة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن نتبرأ من عائشة ونتولى أهل البيت عليهم السلام، نتولى علي وفاطمة الزهراء والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. هؤلاء كانوا المتشيعين معنا خلال الليلتين الماضيتين، ويعني أنا بودي أن أعرض أيضا مقطع لأحد هؤلاء الذين تشيعوا، وهو الأخ أبو المقداد من السودان. كان يعني إعلان تشيع كان جذابا وكان فريد من نوعه حقيقة. ويعني أترك الأخوة المشاهدين وهم يستمعون إلى هذا الإعلان، أعرضوا إخواني المقطع. تفضل الآن واحكي لنا. أن يسألني عن قصتي مع التشيع. احكي لنا قصتك. احكي لنا قصتك. واحكيها لأهل السودان ولكل أهل الإسلام. الله يعطيك العافية. نعم أخي، على عجالة أقول لك ما شيعني. فلكل حق حقيقة، حتى لا آخذ من زمنكم كثيرا. الوقت كله لكم. باختصار أقول: إنذار العشيرة أفرسهم علي، لا فتى إلا هو، باب مدينة العلم المنزلة، الطير الكساء وما أدراك ما الكساء، رزية الخميس البضم، ضربة الخندق
خيرة خيبر، المؤاخاة مرتين، المباهلة تبليغ براءة، المودة التطهير، قسم النبي خير البرية، إنما وليكم صورة الإنسان، وليد الكعبة خاصف النعل، صورة التحريم عبث العترة، مسند أحمد بلغ ما أنزل، اليوم أكملت، الأمراء الخرفاء الأئمة من بعدي، الفرقة الناجية لا يمسه، وما أدراك ما يمسه وليس يلمسه، ولم يعرف إمام زمانه وليس في عنقه بيعة، آية الغاري باب من سبه أو لعنه في سقيم مسلم. يا أخي دعك من كل هذا، هل تريدون عزاء في إمام الرافضة؟ صلاة الله. هل تريدون عزاء؟ نعم أريد. فهل تسمعوني يا شيخ؟ نعم نسمعك أخي تفضل. تريدون ماذا شيعني؟ نعم تفضل. شيعني كلب، هذه حكمة الله، شيعني كلب، أتدرون من هو؟ شيعني كلب، نعم كلب بالحوء بنبح الله وبعير أدرج بالأضغان وزح زح، وقبله بغيلة قطعت إرضاع يافع قد نح، لتدرك بسبعين منعا لمن بالمقام أصح، ولو أدركت لتفيلت عنهم وقد قيل صح، وذو غضب إذا كفر وابنه من للبعير زح، ذاك البعير وذو إصبع إيه قيل فيه، وقوله آه قد شح، ففيما أكملت وفيما بلغ، ولما النذير في الحر ألح، بل فيما قولكم هنيئا يا أبا الحسن لك بخ، فهل تسلني يا أبا سلطان بعد متى إسلامك صح؟ أنا شيعي أنا حر، أي والله أنت حر في الدنيا والآخرة إن شاء الله، عل جسمي أو صح، هذه حاءات عشر حسينية. تدرون متى بدأ هذا الأمر يا شيخ؟ نعم تفضل. لم يكمل سنتين. الله 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 أكبر. وأن أردت أن أوجد لك في نعت ومنعوت أو شبه جملة مضاف ومضاف إليه، إنما هي أقدار مغضية، هل تسمح لي يا شيخ؟ نعم تفضل، هذه قناتك. هي بارك الله فيك، هي أقدار مغضية متمثلة عقلا كما قلت لكم في نعت ومنعوت وشبه جملة مضاف ومضاف إليه، ركزوا معي، أنساب نكرية، أحساب وضعية، نطف مزجية، خرق مبلية، زعامات ممحية، أندية منسية، أعقاد جاهلية، وكرات حيدرية. أحسنت. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداؤهم. اللهم عليك وآله وسلم. ما شاء الله. أكمل لكم يا شيخ أكمل. أنباء سرية، سكرية، دواجن مضغية، فتن ثلاثية، ها هنا إصبعية، قرون شيطانية، كلاب حوأبية، حميرات حيضوية، سبعين مرمية، اللهم صل على المجتبى، سبعمائة ثفانية، رؤوس ملوية، آحاد مروية، أفداك غصبية، صحبة زمية، فضائل مخفية في متون دلسية، كذا بيضاوية، فلان فلانية، وشيئا مضهية، صحيح، إخراج بني أمية، تيمية ابن تيمية، نجدية وهابية، لعنة مروية، الله الله الله، ما شاء الله، متاهة ألبانية، الله، لائحة حذيفية، بدع رسلية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بل هي بيضة محمية، بيعة زعمية، نعال خصفية، طير مشوية، زكاة رقعوية، مباهلة نفسية، أنوار قسمية، أخوة ثنائية، كسوة ورقية، إنما الحصرية، إنما حماقات زبيرية، أيوة الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ، حماقات زبيرية، ابن عمرية غبية،
أنواط بترية زيدية حوثية بترية جارودية قيلة رباعية فسقيفة دبورية. ما شاء الله لا أضحك الله سنك يا شيخ، اللهم اجعلها لي زكاة يا الله. جزاك الله خيرا. فإجمالا هي ولاءة برائية أو براءة ولائية. إذا لم تعرف البراءة لم تعرف الولاية. صدقت. وإذا لم تتبرأ ما صحت ولايتك. أي أيوة والله. هذا تعلمته في سنتين يا شيخ، جزاكم الله عني كل خير. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله ما شاء الله، ما هذه النباهة، ما هذه الفصاحة. اي والله على لساني والله الان، ليش سبقتني؟ انت مكانك هنا، انت بهذه الكفاءة وبهذه اللغة وبهذه النباهة، ما شاء الله مكانك هنا في فدك الصغرى. انت هنا تأتي وتبدأ ببرنامجك ميكروفون السودان، اريدك اليوم قبل الغد. بارك الله فيك يا شيخ، الله يحفظك. بارك الله فيك، ما شاء الله، هنيئا. إذن هذا كان إعلان تشيع الأخ أبو المقداد من السودان، وكما شاهدتم يعني كيف فصاحته وكيف يعني كلماته التي يعني تهز المشاعر إنجاز التعبير. يعني هذا فريد من نوعه حقيقة. وأنا يعني الأخ محمد جواد إذا تخلوا هذا المقطع تخلوا فاصل بالقناة يعني، فكلش جميل. وهؤلاء شوف يعني خلال سنتين فقط اهتدى بحمد الله تعالى وعرف الحقائق وعرف ما من هم الذين على حق ومن هم على باطل، فأعلن تشيعه بحمد الله تعالى. ونسأل الله الهداية إلى كل من يسمعنا من المخالفين ليهتدوا إلى نور محمد وآله الطاهرين. هذا كان ختام فقرتنا الثانية في فقرات برنامج قطرة الحق. ننتقل إلى فقرة ثالثة من البرنامج قبل الختام، وهو جولة سريعة في موقع القطرة. الذين يشاهدوننا لأول مرة، موقع القطرة هو موقع رؤى ومحاضرات الشيخ ياسر الحبيب. كل ما يتعلق بسماحة الشيخ الحبيب هو موجود في موقع القطرة، سواء كانت أخبار، مقالات، محاضرات، إجابات أو كتب. القسم الأول هو الأخبار، وكما يعني في الفقرة السابقة كما رأيتم قرأنا عليكم مثلا خبر إعلان تشيع الأخ هاني والأخ سليمان والبقية. هذا قسم الأخبار يحتوي على إعلانات المتشيعين، يحتوي على إعلانات البرامج، يحتوي على الإدانات لسماحة الشيخ الحبيب حول ما يجري من في ما يجري على الساحة. مثلا آخرها كان في 23 من شهر شعبان المعظم لسنة 1439، إدانة من الشيخ الحبيب حول ما تعرض له مسجد الإمام الحسين عليه السلام بجنوب أفريقيا لاعتداء. يعني هذا هو الخبر، ويقول الخبر: هاجم مسلحون مجهولون مسجد الإمام الحسين عليه السلام في مدينة دوربن بجنوب أفريقيا بالأسلحة البيضاء، وقاموا بنحر 3 مصلين، استشهد على إثره إمام المسجد، وحالة الاثنين الآخرين حرجة. ونشر مكتب الشيخ الحبيب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جاء فيها أن الشيخ الحبيب يتابع بقلق بالغ الأنباء الواردة من جنوب أفريقيا عن تعرض مسجد الإمام الحسين عليه السلام لاعتداء غاشم، استشهد على إثر إمام المسجد، ويدعو الله تعالى أن يرد كيد المعتدين إلى نحورهم. هذا فقط مثال، وهذه التغريدة موجودة بنفس الخبر. طبعا موقع أو صفحة الشيخ الحبيب على تويتر هي @شيخ_الحبيب، يمكنكم متابعة الصفحة أو الحساب. هذا إذن كان قسم الأخبار.
قسم المقالات يحتوي على المقالات سواء كانت مقالات لسماحة الشيخ الحبيب أو للأخوة الآخرين، أو يحتوي أيضا على تقرير للمحاضرات المتنوعة للشيخ الحبيب، وكان آخرها كما تلاحظون ملخصات الليالي الرمضانية. الملخصات هذه يعني ما كما تشاهدون الليلة الأولى، الليلة الثانية والليلة الثالثة، الليلة الرابعة، وإن شاء الله سوف تكون الليلة الخامسة موجودة بعد قليل. هذه هي بالأصل هي التغريدات التي ينشرونها الأخوة، الأخ أبو محمد شمري جزاه الله خير الجزاء ينشرها على صفحة الشيخ الحبيب بتويتر. ارتأينا ووجدنا من المناسب الحفظ هذا الجهد الجبار أن نضعها كملخص لليلة لليالي الرمضانية، ومن يعني لمن لا يستطيع أن يقرأ أو عفوا لمن لا يستطيع أن يشاهد الحلقة يشاهدها يقرأ هذا الملخص ليعرف مع ماذا الشيخ الحبيب تحدث في هذه الليلة وما هي المصادر التي ذكرها. هي غالبا مذكورة وموجودة في هذا الملخص. إذن هذا ملخص الليلة الأولى والليالي الأخرى موجودة في قسم المقالات، وفي الجانب على جهة اليسار موجود أقسام متفرعة، مثلا ضجة أنصار عائشة المفتعلة أيضا موجودة لها تقريرات للليالي، أيضا بيان مثلا سلسلة أو عفوا كذوبة عدالة الصحابة مثلا على سبيل المثال أيضا موجود لها تقريرات، وأيضا الليالي الرمضانية مثلا للسنة الماضية لسنة 1438 موجود لها ملخصات وتحتوي على 28 ملخص تقريبا، وكانت السلسلة بعنوان الشيعة في مواجهة التهويد وتحريف الدين الإسلامي قصة وكفاح تاريخية. هذا إذن قسم المقالات. قسم المحاضرات هو يتفرع منه قسمين، المرئيات والصوتيات. المرئيات وكما أشرنا سابقا هذه المحاضرات هي مرتبة بالأحرف الأبجدية، فتجد مثلا أو أول السلاسل البحثية أكذوبة عدالة الصحابة ومن ثم أهل السنة أهل الخدعة وهكذا. تجدون الليالي الرمضانية مثلا لمن يريد المتابعة كل الحلقات يذهب إلى قسم الليالي الرمضانية، موجود بعدين تجدون كل الأقسام أو عفوا كل السنوات التي طرح فيها الشيخ الحبيب أبحاثه من سنة 1432 إلى هذه السنة. وندخل مثلا آخر قسمه هو سنة 1439، ستجدون المحاضرات يعني منشورة أولا بأول، الليلة الأولى الليلة الثانية إلى الليلة الخامسة اللي هي البارحة كانت موجودة في هذا القسم مرتبة ترتيب بتسلسلي. هذا قسم المحاضرات المرئية. وقسم الصوتيات هي أغلبها هي المحاضرات المرئية تم جعلها كمحاضرات صوتية، يمكنكم أيضا الاستماع إليها لمن لا يريد أن يشاهد مثلا، و بعضها غير متاحة مرئية، مثلا كشرح تفسير الإمام العسكري عليه السلام هي فقط محاضرة أو يعني دروس صوتية، وغيرها من محاضرات لمن شاء أو من شاء يراجعها ويستمع إليها. قسم الإجابات ويتفرع منه كما ذكرنا سابقا في الحلقات الماضية يتفرع منه عدة أفرع، أولها آخر الإجابات، تجدون هنا في هذه الصفحة آخر 14 سؤال وجواب موجود في هذه الصفحة. يعني في مثلا كان آخر جواب
قد رفع بتاريخ 23 شهر شعبان المعظم سنة 1439 في أي مصدر؟ قال أبو بكر للسيدة الزهراء عليه السلام: مصائب قوم عند قوم فواد. ندخل إن شاء الله نقرأ الجواب عليكم. يسأل السائل يقول: سبق وأن وضح الشيخ ياسر أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان هو من بدأ باللعن أو سب معاوية لعنه الله في تلك الفترة، فما هي المصادر الشيعية التي تثبت هذا الكلام، وإن أمكن مصادر النواصب لعنهم الله؟ السؤال الثاني: عندما قرأ الشيخ ياسر المقتل للمحسن سلام الله عليه بين معلومة جديدة أتوقع نقل من الإرشاد للمفيد، وأصبحت فاطمة عليها السلام تنادي وسوء صباحا، فسمعها أبو بكر فقال لها: إن صباحك لصباح سوء. يقول السائل: لم أجد هذا الكلام في الكتاب، فأين أجده؟ ويضيف يعني أبو بكر يعني لعنه الله قائلا: مصائب قوم عند قوم فوائده. يقول السائل: حاولت البحث عنها في مصدرها الذي ذكره الشيخ فما وجدت شيء عن ذلك، فممكن أن تزودونا بالمصدر؟ يعني السؤال طبعا الجواب كان على الجزئية الأولى تم إحالته إلى إجابة سابقة، وأما عن الجواب الثاني فكان هو جوابه المصدر كتاب الإرشاد للشيخ المفيد الجزء الأول الصفحة 189 طبعة سنة 1995 تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. طبعا تم وضع تاريخ الطبعة واسم المحقق أو الجهة المحققة لهذا الكتاب، لأن هنالك اختلاف في الطبعات ويكون اختلاف في ترقيم الصفحات. أما بالنسبة إلى الجزئية الثالثة وهو كان السؤال عن مصدر مصائب قوم عند قوم فوائده، يعني لعنة الله عليه أبو بكر قال للزهراء صلوات الله عليها حينما قالت واسوء صباحا، قال لها: إن صباحك لصباح سوء، مصائب قوم عند قوم فوائده. فالمصدر هو مثالب النواصب لابن شهر آشوب الجزء الثالث الصفحة 58. هذا إذن كان نموذج من الإجابات التي أضيفت مؤخرا على في موقع القطرة وغيرها من إجابات. يمكنكم الرجوع إلى موقع القطرة قسم الإجابات، آخر الإجابات تجدون آخر إجابات تم رفعها على الموقع قسم مكتبة الشيخ الحبيب. وكما ذكرنا سالفا أنها تحتوي على كتب الشيخ الحبيب وأيضا تحتوي على آخر إصدارات موقع القطرة، وكان آخرها إصدار صنمي قريش وأشياعهما في تفسير العياشي، كتاب يحتوي على الروايات التي يعني تتعلق بأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم ومن أشبه من هؤلاء الطغاة لعنة الله عليهم، ويتكون من 36 صفحة وأكثر من 80 رواية. يمكنكم تنزيله من خلال الضغط هنا، ومن خلال الضغط سوف يظهر إليكم الكتاب، وهو كتاب كتيب يعني صغير وجميل من إعداد الأخ العباس الإحسائي جزاه الله خير الجزاء، و يحتوي على مقدمة وإهداء والروايات. طبعا الكتاب هو يحتوي على كتاب تفسير العياشي يحتوي على ثلاثة أجزاء، فالجزء الأول كما تقرؤون أو تشاهدون الجزء الأول وفيه 36 رواية، ومن ثم يأتي الجزء الثاني والجزء الثالث وهكذا. هذا إذن كانت جولتنا السريعة في موقع القطرة، و يعني هم كذلك أذكر أن للشيخ الحبيب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى التليجرام والإنستغرام، يمكنكم يعني عمل فولو أو سبسكرايب أو متابعة إلى هذه الصفحات ليأتي إليكم كل جديد وكل ما يتعلق بالشيخ الحبيب.
وصلنا أخواني الكرام إلى ختام الحلقة 14 من برنامج قطرة الحق. نلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع المقبل يوم الأحد والاثنين في نفس الوقت الساعة 6 مساء بتوقيت لندن، الساعة 8 مساء بتوقيت المدينة المنورة. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.